عمية، لك العتل أبو عصام، لك عكس يا باطل عليك يا أبو عصام، دنيت الهيك يا باطل، لك وليمي العتل أبو عصام يا أهل النخلة والحمية، يا أحوالك شبابك يا أبو عصام. حسبت عليك يا ابو عصام، الله عين الحرم بعدك وين نروح يا ابو عصام، لا اله الا الله. قتل ابو عصام، قتل ابو عصام لك يا ابو حاتم. دريت لك دريت رحمة الله عليك يا ابو عصام. خبرت خالك العقيد ابو شادي؟ لك ايه خبرته للعقيد ابو شادي، عنده طلبيه بالتاكسي على حلب، رنيت له على الموبايل، حمل ضرب طريقه وزدته الاسبوع من نص الطريق ورجع، الصبح يا قلبك واحد منا ان شاء الله، لك يا للنخوه يا للحميه، لك بعد ابو حصان وحيدوه جحشني. إيه بدك تاخذ ثلث الحكمه من خالك؟ إيه بدك تاخده؟ ما بدي طول بالي، لك يا خلايا عم نقتل ابو عصام، مات مات مقتول، وبنعرف في غريمنا، غريمنا الكاتب، لك ليش بدي طول بالي؟ ليش بدي طول بالي؟ كل شيء بوقته حلو يا خال، كل شيء بوقته حلو، وهلا وقته يا خال، هلا وقته يا عقيد، شهدوا يا اهل الحاره، الحاضر يعني بالغايب، إذا ما بيرجع أبو عصام على المسلسل أنا بإيدي بدي رجعه، أنا بإيدي بدي رجعه، أنا بإيدي بدي رجعه. ريت انكسرت إيدي قبل ما بد عليك يا خال، بس أنت اللي حجتني يا خال. أنا أبو عصام يا خال، أنا أبو عصام. شو في هون أنت وياه؟ لشو هالتجمعان؟ شو المشكلة؟ ما في شي، ما في شي أبو جواد، المصارين بالبطن بتتخانق. بس بدنا نعرف شو المشكلة؟ عم نقلك شغلة ناكتة ومالها حرزانة يا أبو جواد. عزات أمرك خان، ناولوا سحات المشمش لأبو جواد خليه حلي تمو حصل يا ولد حسن. ناخدها سيدي؟ أخ يا أبو شادي، بس لو ما نخالي علي. والعمل هلا خال، شو بتأمرنا؟ يلا بدي أحلف برحمتك يا أبو عصام، بس أنا بعرف إنك ما كنت تحبني إلا أحلف بالعلي العظيم، لذلك قسماً بالله العلي العظيم، قسماً بالله العلي العظيم، هو اللي خلق الكون بست أيام، ما بنام ويحرم علي النوم لحتى ترجع على المسلسل يا عصام. وأنا أبو شادي كسر الزبادي
ما بيروح هدر. يا كبير يا معلمي يا تهاج راسي يا صهري بالمسلسل وراي شباب على بيت الكاتب. يلا يلا حبيبي يا مجنون. أهلين أبو شادي. أهلين تفضلوا. الله يزيد فضلك. إن شاء الله بيت عامر وسامر. ظاهر زين. حابين نحكي معك كلمتين. همو على راسي نازل. شوفي لشو هالتجمعات؟ أهلين أبو جواد. ما في شي عرضية. شو عرضية ما عرضية؟ بدنا نفهم شو القصة. صغيرة يا أبو جواد. عم يقول لك صغيرة يا عزاد. أمرا خال شوف خاطر أبو جواد خليه يتيسر. لعيونك حاضرين نحن خال. شعي يا ولد. أخذوا سيدي. وشو في هذا الصفرطاس؟ ما في شيء أبو جواد. باخذت خاروف نية. والعلب شو فيهم؟ ما في شيء من قيمته. شوية برازي على شوية معمول على شوية قطايف عصافيري على شوية كنافة. ماشي أبو شادي مقبولين منا ورح اخذهم لانه غالي. تشرفوا. تفضل سيدي تفضل. سيد سيد هات على مبرط النار رح تحيني. لا غدي بقى كن يخرب بيتك شو ورش. خير ابو شادي شو في؟ مو خير ابنو. انا زعلان منك خيرات الله. ايه احنا زعلانين منك خيرات الله. الله لا يجيب الزعل يا ابو شادي. خير ان شاء الله لا سمح الله. شو عملت انا؟ اسمع يا كاتب. تفضل ابو شادي تفضل. انت لما كتبته لهالمسلسل عليم الله انك نقشت كلماته بمية الدهب ونحفرت كلماته حفر جوا قلوبنا. واهل الخير كلهم بيشهدوا لك. مزبوط يا رجال. مزبوط مزبوط. بقى هيك يا منظوم وبشره قلم بتموته لاب عصام. سقرتي الحاره وتاج راسه. ولك يا ريت موتته بشطبه موس بشطبه اندرجيه بشطبه سنتياني بشطبه قلم. ولك هذا ابو عصام. ابو عصام يستر على حليماتك يا خال. خليني انا متفاهم معه. من شان الله لا تواخذني يا ابو شادي. بس عن جد عن جد الموضوع مو بايدي. ولك بايد مين؟ عزاد لك بايد مين؟ والله مو بايدي. والله العظيم مو بايدي يا جماعه. لو بايدي لخلي ابو عصام عايش للجزء الـ14 والله. بس هيك انفرض علي. يا باطل لك انت الكاتب وفرض عليك تموت ابو عصام. ابو عصام؟ ايه والله يا ابو شادي. لك بس اللي مين هذا اللي فرض عليك لاشلخه نصين. المخرج. المخرج مخرج يا باطل. يلا شباب شغلنا مو هون. شغلنا عند المخرج. اما شباب لا؟ وين بيت المخرج؟
شادي شوفي. بعد إذنك إذا أمرت نزيل حابين نحكي معك كلمتين على انفراد. نزيل نزيل عم نزيل. طيب يلا نازل لعندك، بس استناني شوي لغير وعيي. شوفي لشو هالتجمع؟ بس يا حجي علينا بجواد صغيرة صغيرة وناكتة ما في شي يرجع لورا، بس بدنا نعرف شو القصة. يا عزاد وجاد روق عمك أم جواد عيونا يا ولد. بس لو ما كنت غالي يا أبو شادي. لا خدها سيدي خدها. يا كريم خير يا أبو شادي، ليش كل هالجلبة واللغط؟ يستر على حريماتك خال، بلش شغلات ها؟ لغهدي عم بيقول لغط ما عم بيقول غلط. شو هذا اللغط؟ لغط شو بعرفني انت الثاني؟ انت بتقول عم سبني يا معلم. شوفي يا عم شادي. شوف يا استاذ، يشهد الله انه نحن منحبك ومنقدرك وبنجلك خيرات. الله صح يا رجال؟ صح والله. لك شلون؟ شلون ضميرك طاوع انك تموت ابو عصام؟ سكرتي الحارة وشيخ الشباب. لك هاند عليك، هاند عليك العشرة والخبز والملح طوال شهر رمضان. لغات أبو عصام، أبو عصام هاد أبو عصام. وحرام عليك والله، حرام عليك والله. طول بالك لك أبو يسامحك. طول بالك خلصنا بقى العمى بعيوكم العمى. لا يا أبو شادي هاي مالك حق فيها بنوب، لأنه أنا اللي بصون العشرة والخبز والملح. لك أن دغري بترجعوا لأبو عصام على المسلسل ومن بقرأ. ما بينعز عليك يا أبو شادي، لو الموضوع بإيدي بخدمك بعيوني، بس الموضوع مو بإيدي. لك بإيدي. لك كنهدا، صرت ميت مرة قايل لك لا تضوج لا تضوج، الشغلة بدها رواق بدها هداوة. يا خال الله. لك بإيد من؟ بإيد المنتج. منتج؟ ده شو دخل المنتج؟ شلون شو دخل المنتج؟ أبو عصام موضوعه موضوع مصاري، لأنه طلب مبلغ قام المنتج ما رضي. مصاري؟ يا باطل، هلا الشغلة طلع شغلة مصاري؟ ولك إذا الشغلة شغلة مصاري كلنا بندفع مصاري، مزبوط يا رجال؟ لك مزبوط. لك أبو عصام الروح بترخص لك عمي مني وعلي 10,000 ليرة أنا بعطيك إياها. ولي عليك يا خال، أنا كمان رح أدفع له 50,000 ليرة. ليك ليك استاذ، انا بدي لحالي رح اتبرع 25,000 ورقه. لازمك تدرب 25,000 ورقه. ايه ايه، من شهرين ديته 5,000 ورقه لهلا ما رجعوا، هلا بده يتبرع ب 25,000 ورقه. يا خال تلتين الولد لخاله، انت اخذ مني تلتين جحشني وتلت الحكمه، ما اخذت العمى بعيونك العمى. شايف؟ شايف يا أستاذ غلاوة أبو عصام على قلوبنا؟ شايف؟ شايف شلون الروح بترخصه لأبو عصام؟ ايوه الروح بترخصه. مالك عزو؟ والله فهمان عليك يا أبو شادي، بس مشكلتك مو عندي، مشكلتك عند المنتج. سمعانين يا رجال؟ سمعان عزاد؟ سمعان. مشكلتكم طلعت مع المنتج. ايه بنروح على المنتج عقيد. يلا بنروح على بيت المنتج. يلا الشور شوركم على المنتج. يلا يلا على المنتج. ما قلت لي بيت المنتج وين؟ نوري
احترامي سيدي. شو القصة يا نوري؟ سيدي راحوا على بيت المنتج. كنت عرفان أنا إنه الموضوع فيه إنه. طلعوا بسرعة. تفضل سيدي. عربي حاكينا عربي يستر عرضك. الله يرحم لك ميمتك ويرجعك من غربتك. حاكينا عربي. إيه نحن عربي يا دوب عم نفهم. لا اسمع. بابا منتس مو هون، ركب سيارة وراه. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. خال يستر على حريماتك، خليه يطلع لعند الله وكيلك سلختين بهالخيزرانية، خليه يطلطو عربي لطو. تعال هون يخرب بيتك شو هايش. شو القصة يا جماعة؟ لشو هالتجمع؟ أسرع هيك أسرع هيك. أهلين بجواد يا عزاك. ناخذ سيدي وازي وازي. بس لو ما كنت غالي يا أبو شادي وعلى راسي أنت والخاروف شيتا، بس أنا هلأ بدي أفهم شو القصة ولشو هالتجمع. صغيرة صغيرة وناكتي، المصارين بقلب البطن بتتجمع. لا تقلي مصارين وكراعين وأبوات. هلأ أنا بدي أفهم شو القصة. أبو عصام موتين مبارح بالحلقة وبدنا إياه يرجع على المسلسل. مزبوط مزبوط بدنا يرجع على المسلسل. لا ليش أبو عصام ما ليش ما شفت الحلقة مبارح؟ لا والله أنا هلأ عرفت منها شي. والعمل أنا بقول لك شو العمل. مور عقيد فصل عقيد. أنت فصل ونحن منلبس عقيد. يا عزات ديبك اجمع لي الزلم كله لشوف. تعالوا يلا لشوف. يلا يلا يا جماعة الخير. الحاضر بيعلم الغايب واللي بيسمع بيخبر الأطراش. نحن هون وما رح نتزحزح ورح نعمل اعتصام لجل عيونك يا ابو عصام. او لجل عيونك يا ابو عصام. لجل عيونك يا ابو عصام. او لجل عيونك يا ابو عصام. ارخوا بدن وبركوا بأرضكم. يلا وي قعدي. ونحنا رح نعتصم معكم هلا. الحقوني لشو؟ حاضر سيدي تفضل. بدنا بعصام. ها؟ بس منه صارت وصارت. شو رأيك نطالب بالإدعشري؟ لك يا عيني علي هلا صار تلتينك لخالك يا خال. يا سيدي برافو عليك. بس انت متأكد؟ طبعا. يعني بيوصلونا؟ طبعا. ما بيخربطوا؟ مستحيل. ليش متأكد من الاستحالة؟ ما بعرف. لأنه كل عمرنا متعودين عليهم. يعني مجربة؟ ايه كتير. وما بيخربطوا؟ مستحيل يخرب. فعلا شيء غريب. وين الغريب؟ قديش صرنا طالعين هلا؟ يعني فيك تقول من الصبح. ليش لا ما وصلنا؟ بجوز يكون الطريق طويل. أنا خايف ما يكون في غلط. لا لا لا، أنت ما بدك توصل؟ طبعا بدي اوصل. معناتها سد بوزك وسكوت. شو رح نفهم اكثر منهم؟ ماشي يا سيدي رح اطاوعك. خلص مثل ما بدك. لا حبيبي لا، مو انا، مثل ما بدهم هنن. بس عطيه. جاهز استاذ. انت جاهز؟ جاهز انا. والمعلمين وصلوا اخذوا محلاتهم، دقيقتين ونكون على الهواء ان شاء الله. يلا يا رب.
سماح بسرعة دقيقتين وبكون على الهواء. شو؟ نحن 10 دقايق وبنكون جاهزين. سماح سماح اسمعيني، كلها نص ساعة بطأ الخطاب وبيجي لعندك هواء. يعني هلأ ما في داعي تأخر علينا، ما بدنا نوصل على الشالة وتكون الدنيا معتمة. خلص لك سماح، عم قلك نص ساعة بصير قدام البيت بزمر لك وبتنزلي انتي والولاد، خلصيني بقى. طب يلا عم نستناك لا تتأخر. يلا يلا باي، ما بطول. يلا أستاذ المنصة جاهزة. يلا يا رب يا رب. متى يبلغ البنيان يوما تمامه؟ إن كنت تبني وغيرك يهدمي، يخاطبك الجاهل بكل جهل ويحسب أنه منك أفهم. مساء الخير السيد رئيس فرع العولمة. السيد رئيس الفرع الدولي. السيد رئيس فرع التوجيه المركزي. السيد رئيس فرع الارتباط المحلي. السادة الحضور، اليوم يوم العزة، اليوم يوم الفخر. سيدنا إسا ليش ما قالوا اسمك؟ خلاص. اليوم يوم التغيير، اليوم يوم التحديث، اليوم نحتفل بالذكرى الخامسة لعيد المواكبة. ليش ما جاب سيرة أبو نضال؟ عيد الإصلاح الوطني. شو الموضوع؟ هذا اليوم الذي ترتفع له الجباه عاليا وتشرئب الأعناق لتطال السماء فخرا وإباء وتسمو الأيادي المعطاءة الخيرة التي قدمت وتقدم للوطن كل عزيز وغالي. فلا عزيز يعز عن عزة الوطن، ولا غالي يغلو على تراب الوطن. العمى شو اللي عم بيصير؟ أيها السادة، غريبة بجهودكم وعطائكم على الأغلب العوض بسلامتك. ما عم بفهم عليك شو القصة؟ يعني وبالعمل والمثابرة الله يجيرنا أولى يتكشف يعني المستقبل المشرق مبتسما ضاحكا. اليوم شبكم صغير يعني بإرادتكم يا شعبنا الأبي، وبجهودكم البناءة وعزيمتكم وإصراركم على التقدم وعلى بنيه المجد، نواصل اليوم. لا خلاص قلت لك لا. الجدل خلاص بين الحاضر والماضي. عم قول إذا بدك شيء أنا جاهز. هذا الجدل الديناميكي. خلاص عود محلك بقى خلاص. الذي يؤدي بنا إلى مستقبل مليء بالازدهار والتحديث والتغيير والمواكبة. فلتنظر إلينا البشرية بقلوبها أولا، ثم بعيونها ثانيا. ولنكن القدوة، ولنكن المثل الأعلى، المثل الأعلى للأمم جمعاء. وإننا في ختام هذه الكلمة لا نملك أيها السادة الكرام إلا العرفان بالجميل لكريم صنيعكم ولجليل فرحكم بهذا العيد الوطني الكبير، ونشكر لكم مواكبتكم لنا في هذا اليوم الذي لن ينساه التاريخ.
اطلعوا بابا يلا يلا. هلا هي النص ساعة تبعك مو طبيعي انت. يلا اطلعي شو بدي ساوي هلا خلصت. يلا فوتوا فوتوا بابا فوتوا. ما بدكم تسبحوا؟ لا بابا لك لعيونكم احلى سباحة. ها؟ رح تسبحوا وتتشمسوا وتلعبوا بالرمل وبدي غديكم احلى سمك. معا على طريق النضال، معا على طريق النصر، معا على طريق التحرير، ودمتم ذخرا لهذا الوطن، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا مش ولا تنقلق ولك ان شاء الله سيدي عبقول، يعني اذا بدك شيء اني حاضر. خذ المرافقه وسبق على الفيلا يلا. حاضر. طيبه هالبوزه؟ صحه وهنا. يلا بابا. شو انا خلصت، انت بدنا نمشي. لك طول بالك يا بابا. شو بقى وانت ليش مستعجل كل هالقد؟ نلحق نسبح شوي. لك يا بابا والله لا تسبح وتتشمس وتلعب بالرمل وتساوي اللي بدك اياه، بس نخلص طاسات البوزه تبعنا. تعاكل تعا قرب ابي. العمى ليش هالتاني ما عم برد؟ معناها في شيء، اكيد في شيء. والله كنت حاسس. معقوله في يخدمكم شيء سيدي؟ اكيد عرفانين بشيء، بس كيف بدهم يعرفوا؟ مستحيل. شو مستحيل؟ ما في شيء مستحيل بهالبلد. طيب شو لازم اعمل؟ مين بده يكون فاسد علي؟ البيت سيدي؟ ايه عجنم. حالته بقى يا يحل عن ظهرنا. لك يا اخي من 20 سنه وانا بشوفه قاعد على الكرسي. لك حلو بقى يروح يرتاح في بيته. انت خلينا نقص من الرموز البادي يتخت عظامنا من كتر ما نظروا علينا. جرب تمرق من جنبه يا قسما بالله بتشم ريحه عفونه. لحاجته يا عاطر ريحته. لا يا ريت جاب شيء جديد. لك من 20 سنه هو نفس الخطاب ونفس المفردات. يا سيدي اذا على المفردات محموله بس ما خفيه كان اعظم. هذا هو. إيه ما رح رد عليه. والله رح نشتاق له كثير. لمين؟ لمرافقة أبو نضال. إيه. إيه والله.
وين ستة؟ نضال؟ نضال؟ ليك ليك خير شو في؟ شو عم تسوي انت هون؟ فوتي لجوا. في مؤامرة ضدي. مؤامرة؟ مؤامرة من مين؟ ما بعرف كلهم، حتى اللي فوق عينهم محمر علي كتير. اتصل برفقتك فورا. اتصلت، عم يفصلوا بوشي. ولي معناتها الموضوع عن جد؟ شو بدك تعمل؟ ما بعرف. اتصلي بالولاد وضبوا غراتكم، بدنا نسافر فورا. بس انت بتعرف انه الولاد عم يصيفوا باللادقية. ايه خلص، بس يجوا تلحقوني انت وياهم على باريس بسرعة. بس يجي الولاد لا تأخروا علي، دغري حاولي على باري. سيكي قبل شنطة بسرعة. حاضر سيدي. على السيارة. الله يكون معك، تيسر. حتى أنت يا مرتي. قال من كل عقله بده ياني الحق على باريس. بابا بابا شوف شو لقيت. لطيف ما أصعبها يا أستاذ، الله يكون بعونك. شو عم تحكي؟ علي فارقته، ما في أصعب من الفراق يا أستاذ. الله يرجع لك يوم السلامة. الله صحة وهنا، صحة على قلبه. كثر الله خيرك يا ابن خالتي، كثر الله خيرك، قسما بالله انه المي هي الحياة بهالدنيا. خير الله خير الله يا زلمة، اسقي الشباب. وهي القنينة خليها معكم مشان إذا عطشتوا على الطريق تشربوا. أمانة الله، بدك شيء عايشي؟ والله أنا ما بدي شيء، بدي سلامتك، بس إذا أنت والشباب تقعدوا عنا بتتعللوا بتقرقعوا متي والمسويات تتسهلوا بيكون أحسن، ومعلمي أساساً مش هون مسافر. يا زلمة شو قاعد تقول أنت الثانية؟ إذا معلمك مسافر يعني نقعد ونقيل، إحنا معلمنا ناطرنا مثل معسفة واقف بيستنانا. يا زلمة ما أطب حكياتك. السلام أماني لخالتي. ها تكرم عيونك، ومنها أحلى صفطين بيض وقصة عجوة. يلا بخاطرك سهلي. تفضل يا سهلي يا شباب. يا زلمة ما أطب حكياتي، تقول جاجي معقول
تجرب صفقة الأسلحة. أنا عرفاني أستاذ. عرفاني شو؟ عرفاني إنك رح تزعل عليهم كل هالقد. مين هن؟ شبنا أستاذ اللي ودعتهم هلا بالمطار. شو أنت طالع لي بالسحبة؟ ولو يا أستاذ، نحن حبينا نخفف عنك بس. شايف حبيبي ما أحلى البحر؟ أنت والبحر أحلى شغلتين بحياتي. والولاد صرتوا أحلى ثلاث شغلات، أنت والبحر والولاد. الطول كله رقبة، الطول كله رقبة، والوجه كله عيون، والختم يقول يا جحش واليا بقر، شلون تفوت علي مثل المخابرات؟ ها سيدي، أبو نضال برا بده يشوفكم. هلا 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 طال عمرك، هلا بطويل العمر. هلا تركنا حالنا يا ابني. أبو نضال بشي يا طويل العمر؟ أنا تعبت وجاي أعترف بكل شيء.